الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يتكبر اتشوف يتودد اتشوف يا افريكا تي في تمرتن يمتكتاتلو ليلوچنم اقطاچا مسمروچ كله الله يكفتلنن بغزياچن ياسفالنن منجد የውቀትን የመፈለግ ያቅጣጫዎችን በመጠቀም ጥረት የምታደርጉ የአላህ ሰላም በረከት በእናንተ ላይ በሁላችንም ላይ ይሁን። አላህ ይሁንና አላህ ይሁናችሁ እያልኩኝ ወደ ተለመደው ትምርታችን እገባለሁ። አይነ نحن من اخلاق السلف እኛና ሰለፎች የትነን የነሱ ጸባይና የኛ ምን ይመስላል የትና ያለነው ሳቸውን እንመስላለን يمسلك الله الحمد لله ليري جبا ولا لا سقطانه بسو تغيرنا بسلفات ياغنيو نغر سلال هنا الحمد لله لنر جبال يا قال هنا طرات مدرك مهون قالته هنا لممسل طرات مدرك ياسفلغنا لنا لذي يماغز تمرت يهنن موضوع وين يهن راس بممرط ياو بق بيالو ሁላችንንም ተጠቃሚ አላህ ያደርገን። እኔ ጥሩ ነኝ የጥሩ ሰዎችን ማነው ማውራት ያው ጥሩ ያደርጋል ማለት አይደለም፣ ግን ጥሩ ለመሆን ያመላክታል፣ ጥሩ ለመሆን መንገድን ይከፍታል። ስለዚህ ሁላችንም ተጠቃሚ እንድንሆን በማሰብ ይሄን ርዕስ መርጠን እየተማማርን ነው ያለነው። አላህ ይገዘን አላህ ይገዛችሁ። وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أنه قال حدثني عمي يزيد بن يزيد بن جابر أقوته أنك أقرن أوررن يلال عن العطاء الخراساني عطاء كم يبالو سو أنه كان يقول السويل نبر إني لا أصيكم بدنياكم أنتم بها مستوصون وأنتم عليها حراس وانما اوصيكم باخرتكم من قال نزع عطاء تبالو تعلق مع انه سلف سلف الصالح اني بوديناچو گداي لاي ادارا يملاچو يمماكراچو نغير يلنيم سلا دنياچو سوساچو تمماكراللاچو تاقوبتاللاچو بدنياچو لاي بتام تسستاللاچو تگواگواللاچو سلاذ بز بوتا لاي اني گزين مچرسنا گزين ماباكن الفلگم بذ گدای لای ادرا علالاچهم وانما اوصيكم باخرتكم ان انتن ادرا يملاچو سلا اخراچو گدای نو سلا اخراچو انديتاسبو سلا اخراچو انديتسرو نو ادرا يملاچو يممكراچو ايالو يلو نبر فخذوا من دار الفناء لدار البقاء تزج طفيت هونچو اگر لای ለዛቅ አሪ ለሆነው ሀገር ማያዝ ይተበቅባቸዋል። ስንቅ ተሰነቁ ስንቅን ያዙ ይያሉ ይመክሩ ነበር። وجعلوا الدنيا دنيا ندرغات كشيء فارقتموه ሆነገር አግታችሁ ተወት እንዲያደርጋችሁ ታይነት አድርጋችሁ ማያት ነው ያለባችሁ። በጣም አትሰስቱላት በጣም አድርጋችሁ አትጨናነቁላት ስለ دنيا فوالله لا تفارقونها مجمرون راساچون تلارگاگاچو اندمتلایوات ما ناوقاچو اسباچو کالتکمتاچو باونت نو یالمنم متراتر تلایوات اللهچو دنیان تا دنیا گار هوگزیابرو مانو منور ایگینیم بتککل تلایی اللهچو تگناتاتل اللهچو انانتنا دنیا اندما تتاووقو تهون اللهچو وجعل الموت كشيء ذقتموه موت የሚባለውን ነገር ደግሞ ልክ እንዳያችሁት እንደቀመሳችሁት ነገር አድርጋችሁ ተመለከቱት። موت የሚባለውን ነገር ልክ ቀመሳችሁት እንደምታቁት አርጋችሁ ተመለከቱት። فوالله لتذوقنه እናንተ እንዳርጋችሁ ማነው ባታስቡት የማይቀር የነገር ነው። መቅመስን ትቀምሳላችሁ በርግጥ ትቀምሳታላችሁ። ስለዚህ ያ ግዜ ከመምጣቱ በስተፊት አሁን እዚች ዱንያ ላይ
سرو تتنككو جيك يموتن طعام انديك مساچو ادرگاچو بماسب كموت بحالا لالو اگراچو اندي سرو يميادرگاچون نگر فصمو سرو تاگلو ايالو يمكرو نبر وجعلوا الاخره اخيرا متبالون اگر دمو ادرگو كشيء نزلتموه لك ان دالاچو بات اندي سفراچو بات بوتا ادرگاچو قطرات والله لا تنزل النها وهي دار الناس كلهم برغتم سفر اللهچو اخيرا يميبالو اگر لهلم مما يقر گداي نو كلم سو زاش بوتا لاي سفاري نو ليس من الناس احد يخرج لسفر الا اخذ له اهبته ماننيو سو اندميتاوقو بدنيا لاي لهونه گوزو بمنقساقس بساعات يا لمنم سنك يمينكساقس يلم سنك كللو بمياغنيبس غزينا اهل يالله يبلو زملو قچلال انجي غزوون ايجمروم يدنيا تغواجالو فمن اخذ لسفره الذي يصلحه اغتبط لاخره يميهن سنكن يازجاجي يونه سو يازا سو دستنيا يهن ومن خرج الى سفر وده غزو يوطا سو دمو لم ياخذ له اهبته ندم غزون تجمروا بحالا ودي حالا مملس يله تتجمرا زو تاسبت بوتا مدرس انجي بصام يسسطال بطام ادرغو يبساچال نات النزا سوچ اندات هونو فاذا ضحى لم يجد ظلا واذا ضما وإذا ضمئ لم يجد ماء وما ماء يتروى به وإنما سفر الدنيا منقطع وأكيس الناس من قام بتجهيز لسفر سفر لا ينقطع الله يا الله توفيق يا ادلاچو هناچو رسو انغاغرون انكو مكرون سيعقوبت بتام يميغرمنا عند سو يالا سنك وطا سو رفد بميلبت غزينا لما عرف سيفلق ودنيا لا انغري عند سو يريت تريت بلو صحي موق سيل ما نو رفار لاي رفد سيل صحي تي موق عرف الله بلو ما نو طلان يفلالغان يا اخر او دمو غزو اندي زاد يلم ازكي دنيا لا ما نو طرو نغري يالكسبه كهونه طلان اياغنيم وهابي تماو وهاتمون يمياسوغديبت منغد اين وروم وانما سفر الدنيا منقطع يا دنيا سفر تقارعنات تقرطالج يمتالقنات واكيس الناس تسهلوا بلت سولو مالت قولي سولو مالت من قام بتجهيز لسفر لا ينقطع ما يقرطوا لهونو غزو لسفرو لا تعلقوا ما نو غزو يتسنادى سنكن يازجاجي سو نو بلط سو مالت انجي ايا اندمناسبو بغنزب باوقات وينم بملك ادلم كيسنت طرونت قوللنت بلطنت مانو لياسني ميچلو يا اخيران سرا مانو بمسرات دنيان لاخيره مغواجا لك اند سفينه ادرغو بمياز قال هونه بستقر ተዛ ውጭ ግለ ዱንያ ማነ በመስገብገብ ዱንያን በመፈለግ ለትቀኑን ማነ በመሮት በመንቀሳቀስ የሚገኘው ውጤት ነገባ አኺራ በጣም አሳፋሪ ነው የሚሆነው መከሰብ አይከለከልም እንድንከስብ እንድንሰራ አላህ ዘናን فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله صلاتاتكم تتشرسوا فوري الله فضل الله أن ترفعت لبفلق هيدوا تبتنوا تسراجو تسمارو يلا الله بقرآن لما ناسمارتو النال سلازك هي لمن دينو يا أخيران سنك لما سنك يا أخيران سنك لما ياسيبالنا نا هي أخيرا ترو سنك أسفل لقوال سنكم تقوانو النا وتزودو فإن خير الزاد التقوى تسنكو هلو ترو سنك أولو مالات تقوى يميبالونو الله انفراش چانو يلا الله بقرآن لين دينا قرن هلو تنيه متبقو يتقوان كونجل بمراك
ملكام سرام بمسرات الله زندا تودا جنتن الله زندا كبرن عندي ناقين يا الله نوديتا عندي نكسب نقب آخرة طورو بالدل دهنا سوش عندي نهون يميادرقن ملكام سرام مسرات زيكي مسرايتو أقر لي مهونن تقنزبن النسرا مسرات بيشام سيهون ما سراتن يتبك بنان يمي الملكتنو سلف الصالح قدمت معنو رقاق سوش مكراشو لسولو جوش معنو لمي تاكم نقر ذلا انجل هنده ايانو مجمري علي سلا دنيا چوني على مكراشو سلا دنيا چو يبلت معنو ثاني ببلت تاوكو تال الله چوه سبستا چو متن مكاكر الله چوه يا اخيرا قدينو ناني مياساسبين لا اخيرا چونو مكراشو يلون ابن انيا من دن نزي سوش مهوني نورب بنال مكراشن كدنيا چن معنو ثمن مكاكر يبلت فاخيرا قديري من نادرقو معنو مككر سلا اخيرا يالو متواساچن مغنزازباچن بطام بركاتا بطام طرموهن يتبق بطال يميل ملكتنو مكنياتهم كاي سنت ياسفلقال بلت النت ياسفلقال يا اخيرا بلت سو مالت ازيكي دنيا لا مكسب يتو اگر لا تايزنا اگا ملكام سران سرطو نقب اخيرا طورو نقرن يتقتما ملكام سرا سرطو نقب اخيرا كم يدستو سوش غارا لمهون طريق يادرق يهونا سونو ناقوزو رجمنو لاقوزو سنكن النسانك النبارتاتا النسرا لمهون طريق نادرق ملنو. وعن أبي سوط بن قيس العنبري أنه قال كان الضحاك مزاحم إذا أمسى بكى فيقال له ما يبكيك فيقول لا أدري ما صعد اليوم من عملي. الله انظر هذه المراقبة والخشية من الله عز وجل نزلت على اللقاء مع النونجري سويتش يالا تشوف سقاث يالا تشوف شنكاث قريه ضحاك بن مزاحم يتبع له تالاك سو من النبر ماتا ماتا سيهون كانون دي هنا يقولنا رسرا ملكا مسرا يسرا ولو سيابكا ورم الشتاء كابي بميهون بسات يالك سال بطعم يالك سال انسك سك بلو سوى جرد من دين مياس لك سهان تسو فاطوا دي هنا مسرا تتا يالك جن مشت سيل مياس لك سه من دين نو بلو سي تيكوا اچو فيقولو بلو نبر لا أدري ما صعاد اليوم من عملي نما يمياس لك سينا قر بزاري واقن ودي جيتاي ودي الله ما انو يوتاو سراي من النتون على ما واكين مياس لك سيني دو ملكام سراي هدو اللي نيوان تلقو اللي نيوان ودي لاي تلقو اللي نيوان وين السندية تنو يميلو چنكت يهي سقاتن يمياس لك سيني ايالو راسات چون مكرو سوچنم يمكرو نبار انيام اندن سوش لموان راتن نادرق الله يقزن الله يقزاچو كتوسن جرفت بوهالا تملسنا هون من جنان يالن تاتركو تبكون. بسم الله الرحمن الرحيم ودقامي كرفتو بحالا تغني تنال نريد يتنقاقر نبت سيالو سلاف الصالح يمبالو سويتش اللهن فراج چاشو بمن نبر يمي قلسو يمي لون رأسي يينو اهونا من قتلال لن النسل لما مسال الله يقزن عند النسل لما هون الله يقزن عند النسل يسد تقيتا سيچو ألا تسطو اشتم دمو مانو إنيانا كمي سطو سويتش الله يدرقن. وعن كنانة بن جبلة السلمي أنه قال قال بكر بن عبد الله بكر بن عبد الله يتبع له صوي بلالة إذا رأيت من هو أكبر منك فقل هذا سبقني بالإيمان والعمل الصالح فهو خير مني. الله الله بطعم بقر من أقرنا بكر بن عبد الله من الهلو ታንተ በላይ የሆነን ሰው ትልቅ ሰው ስታይ ተለቅ ያለ በርሜ ማነው አንተን የሚበልጥህ የሆነ ሰው
በምታይበት ጊዜና ፈቁል በል ሃዛ ሰበቀኒ ይሄ ሰው ኩማኖ ቀርሞኛል በእምነት ቀርሞኛል እኔ ከመገኘቴ በስተፊት እሱ አምኖ ብዙ መልካም ስራ ሰርቷል ስለዚህ እሱ በጣም ትልቅ ሰው ነው ትልቅ ቦታ ያለው ነው ዋኔ ዋኔ እኔ ወየት ነኝ እኔ እኮ ትንሽ ነኝ ይሄ ሰው ቀርሞ ማን ነው ተገይቶ ቀርሞ በማመኑና መልካም ስራ በመስራቱ በልጦኛል ተቀድሞኛል ይል ነበር وينم يهنن بل يالو يمكرو نبر واذا رايت من هو اصغر منك تانت بتاچ يالن سو دمو كاغنيه بمتايب بساعات برميو مانو تنش هونن سو كايه يانن تنش تنش لج نو حصان نو يي دمو مندن نو بلا مناقنا ماطاطال يلبهم اهونم عبر ادرك فقل سبقته الى الذنوب والمعاصي لك وقدمو تقاراني አይ ህፃልሽማ ምን አለበት እኔ ተሱ በፊት ተገኝቼ በመጥፎ ስራ ቀድሜዋለሁኝ ብዙ ወንጀሎችን ብዙ መጥፎ ስራዎችን ሰርቻለሁኝ ሆ خير مني ስለዚህ የሚሻለው ይሄ ሰው ነው ይሄ ልጅ ተኔ የተሻለ ነው እያልክ በል እያሉ ይመክሩ ነበር ይሄ እንግዲህ ራሳቸውን እንዴት አድርገው እንደሚቀጧትና ራሳቸውን እንዴት አድርገው ተርቢያ እንደሚያደርጉ የሚያሳይ ነው ለሰዎች ይሄን ብሎ የሚመክሩ ከሆነ እሳቸውስ የቱን ያህል ናቸው የሚለው የሚያዳግት ነገር አይደለም መቼም ቀደምቶች ሰለፉ ሷሊህ ማን የሚባሉት የማይሰሩበትን ነገር ያላወቁ የማያውቁትን እናውቃለን ያልሰሩትን ማን ሰርተናል ብሎ የሚያወሩ አይደሉም ياكوهن ما صالحين ملو سياميته يتدقيني چلان وإذا رأيت إخوانك يكرمونك ويعظمونك فقل هذا فضل أخذوا به وإن رأيت منهم تقصيرا فقل هذا ذنب أحدثته يانتن بيتي يوهنن سو أكو يهان ما نودمو ستاقين በድሜ ሁሉ የሆነውን ሰው ቅርብ የሆነውን ትልቅ የሆነውን ትልቅ ነው በኢማን ቀርቦኛል ወንካም ስራ ቀርቦኛል ስለዚህ እሱ ይበልጠኛል አለ ተሱበታች ያለው እንደም በሚያይበት ማን ነው ይሄ ህፃን ነው ገና ልጅ ነው ምንም ወንጀል የለበትም እኔ ብዙ ወንጀሎችን ማን ነው ተሸክም ያለው ብዙ አጥፍቻለሁኝ ስለዚህ ተኔ እሱ የተሻለ ነው በልብሎት ነበር የሱን ቢጤስ በሱ ድሜ እኩያ ማን ነው ያሉን ሰዎች ሰው በሚያጋጥመው ጊዜና ምን ይላል ወይንም እንደዚህ በሱ እድሜ ላይ ያሉ ሰዎች እሱን ሲያከብሩት እሱን ከፍ ሲያደርጉት በሚያይበት ሰዓት فقل هذا فضل اخذ به ይህ ትልቅ ደረጃ ነው እነሱ ያዙት የወሰዱት የሆነ እኔን ሊያከብሩና እኔን ማን ነው ሊከድሙ ምን ደረጃ ነበርኝ ግን እሳቸው በላጭ ማን ነው ስለሆኑ ያው ይሄንን ተግባር እየተገበሩ ነው ያሉት ይያልክ በል ወኢራአይተ ምንም ተቅሲራን ተነሱ ደሞ ማነው ተቅሲርን ብታይ ድክመትን ማለት ነው ተቅሲር ደብካማ ጎንን በምታይበት ሰዓት فقل هذا ذنب احدثته ሰዎች አንተን ሳያከብሩህ አንተን ትልቅ አድርገው ማነው ያለመመለከት ባህሪ ካይህባቸው ካንተ ቢጤዎች አይ ይሄ ነገር ማ ሊሆን ይችላል ሰዎች ራቁኝ ሰዎች ክብር መስጠታቸውን እንግዲህ የነፈጉኝ የሆነ ያጠፋው ጥፋት ቢኖር ነው ችግር ስላለብኝ ነው ብለህ ስህተትህን ችግርህን ወደ ራስህ መለስ አድርገው እያሉ ይመክሩ ነበር በጣም የሚገርም በጣም አድርጎ የሚያጅብ የሆነ ትልቅ ምክር ነው ይሄ ከሁላችንም የሚጠበቅ ሁላችንም ማድረግ ያለብንን ይሄ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያስተማሩትን ትምህርት ወደ ተግባር እየቀየሩት ነው ያው ንግግሩን ለየት አድርገው በሌላ መልኩ ማቅረባቸው እንጂ ምክሩ የነብያችን ምክር ነው ለሰሚና መለም ይወቅር ከቢራና ወይርሐም ሰጊራና ብለው ተናግረዋል የበላውን የማያከብር ለታናሹ የማያዝን እኮ ተኛ አይደለም የሚለው የነብያው ምክር ቀላል ምክር አይደለም እንደዚህ ያሉትና መሰል ሀዲሶችን በመገንዘብ በማወቅ ሰለፎች ይዛ አይነት አቋም ነበራቸው
የቀደማቸውን ተነሱ ከፍ ያለውን ሰው ሲያዩ በኢማን በመካም ስራ ቀርሞኛል ሶሶ ትልቅ ሰው ነው ትንሹን ሲያዩ ይሄ ትንሽ ነው ህፃን ነው አላጠፋም ነው ብዙ አጥፍቻ ደረሰሱ ቀደም ብዬ ትልቅ ሰው ስለሆንኩኝ የሱ ቢጤ ሆኖ ደግሞ የሱ ጓደኞች እሱን ሲያከብሩትና ለሱ መልካም ስራ ሲሰሩለት ታየ ይሄ ትልቅ ማነው ደረጃ አላህ የሰጣቸው ነው ጥሩ ነገር ማነው ለማገኘት እንግዲህ አላህ ህግሶላቸው ነው በለህ በል እያሉ ይመክሩ ነበር። ተነሱ ደግሞ ተቅሲርን ማነው ታየ ሰዎች ማክበራቸውን ቦታ መስጠታቸውን ሲያቆሙና ሲተው በዛን ሰዓት ወደ ራሱ መለስ ብሎ ይሄ ሊሆን የማይቻለው እስከዛሬ ማነው ጓደኞች ባልደረቦች በጣም አርጎ ማነው ቦታ ማነው ሲሰጡኝና ሲመክሩኝ እንደዚሁ ጥሩ ሁኔታ ላይ ነበር። አሁን ግን ፊታቸውን ነሳ ያደረጉኝ ምክራቸውን የተውኝ ባጠፋ ነው ጥፋቴ ነው ብለህ መለስ ማለት አለብህ እያሉ ይመክሩ ነበር ይሉናል። አምሩን አጂብ ግድጎላችንም አላህ እንደዛ ያለ አድርገን ለትልቆቻችን የምናከብር ትልቅ ናቸው ብለን የምናምን ከበቶቻችን ከእኛ በታች ያሉትን ሰዎች ደግሞ የምናዝንላቸው ትልቅ መሆናቸውንም ይቅራር የምናደርግላቸው በምን የሚለውን በተመለከተ ይህ ማነው ታላቅ ሰለፍ ባስቀመጠው መልኩ ትልቁን ሰው ይበልጠኛል ያሉበትን ምክንያት ትንሹም ደግሞ እንዲበልጣቸው ያስቀመጡትን ማነው ምክንያት ተመለከተናል። ስለዚህ እኛ ሁልጊዜ ራሳችንን ዝቅ ማድረግ እንጂ ራሳችንን ከፍ ከፍ ማድረጉ የትም ስለማያደርሰን አላህን እንፍራ። አላህን እንደፈሩት ማነው ሰለፎች ሰለፍት ባንግ ከማነው ከሷሃቦች ማነው ጀምሮ ተዛ በኋላ ኢላው ምልቂያም ያሳቸውን ፈለግ የተከተለ ሁሉ ማነው ሰለፊ ይባላል። በዚህ መልኩ የነሱን ፈለግ የነሱን ጉዞ የነሱን አካሄድ መከተል ይጠበቅብናል የሚል መልእክት ነው። وعن القاسم بن محمد انه قال كنا نسافر مع ابن المبارك فكثيرا ما كان يخطر ببالي فاقول في نفسي باي شيء فضل هذا الرجل علينا حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة. قاسم بن محمد يتبالو سو من السلف الصالح كم يقطروا سوچ نو كمن المبارك غارا كعبد الله بن مبارك غار ابرن غزو انغوازالن انهر نبر وكثيرا ما كان يخطر ببالي بزو غزي بلبي لاي تزي لينيال ما استاوسو نغر عليه فاقول في نفسي براسي ما انه اول نبر باي شيء فضل هذا الرجل يسو بمن دين يبلطن تنيا بلاي ما انه يهونو تنيا يبلط ما انه اوقن لا ليغني يشالبت مغنيات من دين نو ሶጂ እንዲያ ተቀባይነትን ቢመክር ምክሩ ማነው የሚሰማ ይሄን ነስሩ ቢል ማነው ሰዎች ማነው መርሃባ ብሎ የሚሰሩለት ይሄ ተዋይ በጃቸውም ማነው ብሎ ሲናገር ሁሉም መርሃባ ብሎ ማነው የሚቀበሉበት ምክንያት ምንድነው ብየ ሁልጊዜ ማልቤ ላይ ነበረኝ እና ነፍስዬ ይሄን ማነው ጠየቅኳት። ኢንካነ ይሶሊ እና ለኑሶሊ መስገር ከሆነ እኛ ምን ሰግደ ያለን ግን የሱን ዕውቅና ልናገኝ አልቻልንም። ወለይን ካነ የሱሙ እና ለነሱም መጾምም ከሆነ እኛም የጾምን ነው እሱም እንደሚጾም ረመዳን ይጾማል እኛም እንጾማለን ከምን የተነሳ ነው? ይህን ሲል ይህንኛው እንግዲህ ለምቀኝነት አይደለም ደረጃን ለማግኘት ጥረት ለማድረግ ራስን ለመግታት ነው። ወይን ካነ የግዙ ፈኢና ነግዙ የሚዘምትም ከሆነ እኛም እየዘመትን ነው ያለ ነው። ጥላትን ለማንበርከክ ዲንን የባላይ ለማድረግ በሚደረገውም ጉዞ ላይ የቀረብን ነገር የለም። ወይን ካነ ሁጁ እና ለነሁጅ ሐጅ ማድረግም ከሆነ ሱን ሹህራ ማነው ሊያሰጠው ይቻለው እኛም ሐጅ እናደርጋለን ምንድነው ሽግሩ ብሎ ራሱን ይጠይቅ ነበር። قال فكنا في بعض مسيرنا في طريق الشام ليله نتعشى في بيت إذ طفي السراج فقال بعضنا فقام بعضنا فأخذ السراج وخرج يستصبح فمكث هنيهة ثم جاء بالسراج فنظرت إلى وجه ابن مبارك ولحيته قد ابتلت من الدموع
فقلت في نفسي بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا، ولعله حين فقد السراج فصار إلى الظلمة ذكر القيامة. الله يتكبراتشو ترجاج واندمو تشيطوش يهنن تاريخ ملس بلن مجرشونا كابين ديگنا النيوالن يهونون تمرتاجنن بزهن قوشالن رسوش الله يهدرگن رسوشن من ودد الله يهدرگن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.